ليش القمر يطلع صغير ومره كبير؟ القمر يا اولاد يطلع في البدايه صغير وشوي شوي لين يكبر لين منتصف الشهر، وبعدين شوي شوي يختفي لين يروح موليه. يختفي؟ يمكن خايف على لا تمسك الشرطه. بس كملي يا أمي كملي. يختفي علشان يتجدد ويطلع مرة ثانية. كل سكتوني أبحق. لعبوا يا أولاد لعبوا. يا ابني يا بابا، انا جيب بيت مال انت في يوم نام داخل هذا بيت. زين سريش، بكره دوام لا تاخر. ولا اقول لك تاخر، ما في مشكله، خلينا ننام شويه يا اخي. مساء الخير. قصدك صباح الخير يا ابوي. والساعة كم تو؟ انت ليش لحد الحين سهرانين؟ نحن جالسين ننتظرك يا ابوي. نسيت يا ابوي موضوع دراستي. انا يا ابوي عاد الاسبوعين ما شفتك، اريد فلوس، ما عندي مصروف. حفالك داود، لا تقول ما عندي مصروف وانا حي. تعال 20 ريال حرك، استمتع عادي. شكرا يا ابوي. حبيبي انت والله. بس هذا واجد عليه. عادي يا بنتي، عادي، ما واجد ولدي ذا. انزين يا ابوي، ايش عني انا؟ انا اريد اكمل دراستي. كملي دراستك، انا منعتك يعني؟ كملي دراستك، شوفي لك معهد، كلية، أي شيء، بس لا تفكري إنك تدرسي في الخارج، ما عندنا بنات يدرسن في الخارج. أنا ما فكرت أروح الخارج يا أبوي، أنا راح أدرس هنا في بلدي. صديقتي بدرية تدرس في كلية وشجعتني على هذه الكلية. ما مشكلة، شوف الإجراءات وإيش اللي مطلوب وكم الفلوس، ما في مشكلة. شكرا يا ابوي شكرا. بس هناك في بعد طلب بسيط. عادي، ايش هو الطلب؟ انت اشتريت سيارة حق سامي.
أنا بعد أريد سيارة، تعرف الحين بروح الكلية، فراح أحتاج سيارة أروح وأجي. ولا يمك يا بنتي يا صفاء، أنت بنت الوحيدة، تأمري بكرة روحي مع سريش ونقي السيارة اللي تعجبك، ولا يهمك. داود صباح الخير حبيبي. وانت من اهلا يا ابوي. كيف يا بنتي؟ سلمان بعد مشغول؟ لاني انا بعد مشغول وعندي شغل وايد والموضوع ضروري. زين يا عمي انا بروح اشوفه وانتظر شوي. طيب انا انتظر. لا حبيبي لا لا ما حد يضحك علي، احنا متفقين خلاص. لا تزود عليه ماسي. تفضل. بعدين اتصل فيك بعدين. اي عندي شغل شوي. يلا مع السلامة. تفضل ماما. شكرا شكرا. استاذ اخ علي ينتظرك، اخليه يدخل؟ علي؟ لا 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 لا. خليه يروح عند سريش. على الحين بتصل في سريش وبخليه يروح عنده. يلا. حاضر استاذ. ايوه سريش بيجيك علي بمر عليك الحين. ايوه علي علي ما غيره. اتصرف معاه مثل ما اتفقنا وخططنا. شوف سريش لازم تنتبه. ها بعدين تعال 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 انت يا بني ادم. انا ما قايل لك 60 مرة لما نسهر مع بعض وتكون حالتي ما زينة توديني انام في الشقة؟ وكيف البارحة مودني في البيت انام يا بني ادم؟ انت ما تفهم؟ ما حصلت مفتاح الشقة؟ يعني كيف؟ المهم خلاص 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 بعدين نتصرف بعدين نتصرف. المهم علي جاي انك وتصرف معاه. هو في كل يجي مني؟ انا في كلام هو. ها 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 اوراق كلها في تيار. ها جاهز. زين زين بابا لي فزل فزل شرب شربت فزل اسمه بابا لي. هذه ورقة انت لازم اول في ورقة بعدين شل فلوس. سريش ما مسألة التوقيع، بس انا مستعجل مستعجل على الفلوس وايد علشان ابشر ولدي الخارج عشان علاج. يشرب شربت وشرب شربت. المسألة ما مسألة الشربت يا سريش الله يهديك، بس أنا
أبا أعرف متى بستلم هالفلوس هذي. فلوس في استلام، استلام انت شرف. أنا يعطي فلوس بس أستاذ سلمان اليوم واجد مشغول في اجتماع ضروري. أنا بكرة انت سوي عقد، أنا يعطي فلوس. ولا انت في كوف ها؟ لا والله ما في خوف، يوم ده على بكرة الأمر. لكن أخاف تصير بعد بكرة وبعدها. شوف ترى ما فيني حق مشاكل، ما في. ما في مشكل بابا لي، ما في مشكل. المهم مبروك يا مازن، ترى الأستاذ عبد الواحد أعطاك كل الثقة وخلاك مدير المجرى. الحمد لله، وأتمنى أن أكون أهل هذه الثقة. بأمانة يا مازن أنت تستاهل كل خير. أهلا أهلا يا أمي، أنا آسف. لا والله ما نسيت، الحمد لله أنا بخير وأخواني بعد بخير، اتصلت فيهم طمنون عني. أقول أم مازن أريد أخبرك خبر حلو. أيوة يا مازن، إيش عندك؟ خبر يفرحني؟ إذن يا ولدي قول. مدير المنجرة مرة واحدة؟ ما شاء الله، الحمد لله يا ولدي، أتمنى لك كل التوفيق يا رب. الله يسعدك إن شاء الله يا ولدي. مازن حبيبي دير بالك على إخوانك، صحيح؟ عيل أنتظر اتصالك. يلا حبيبي مع السلامة. انت ما تمل هالرسائل اللي تسويها 24 ساعة، وانت ما تعرف ان هذه الرسائل اقوى من الاتصال. يا صفاء انا بروح الحين، يلا مع السلامة. تعال وين رايح؟ بعدنا ما ناقشنا موضوع الدراسة. سمعيني يا صفاء، أنا شيء اسمه دراسة ما داني، أنت إذا تريد الدرسي حياة الله، لكن أنا بروح أشتغل مع الوالد، ولا أقول لك خليني كذا مرتاح والحمد لله. بس الدراسة هي المستقبل يا شاطر. مستقبل في دراسة؟ أنا ما أريده، يلا مع السلامة. أهلين صفاء، إيش أسوي بعد؟ كالسة على النت. اتصل. ها وش قال؟ سمعيني زين يا صفاء، حاولي إنك تتكلمي معه. خايفة؟ من إيش خايفة؟ لا لا حبيبتي لا تخافي، خليك طبيعية. انت شوفي يا شيرين وقربي، ما راح تخسري شيء. لا يعني انا قصدي يعني يمكن يكون ولد زين وطيب. المهم انت تكلمي معه ولا تضيعي هذه الفرصة، بنتعرف اتصال بعدين. يلا مع السلامة.
ايوه انور، اسمعني زين، اتصل فيها الحين مرة ثانية، ترى البنت بدت تميل لك، بس اهم شي ما تنسى انها صديقتي. انزين انور حبيبي، رصيدي خلص، ممكن ترسل لي بطاقة ثانية؟ مشكور حبيبي، يلا مع السلامة. مصعب مصعب، ايش شعرك يا مصعب؟ احس باني من هنا. انا احبك يا مصعب، احبك يا اخوي. شكرا يا سارة، شكرا يا اختي. أبصر أبصر، تعال شوي تعال. وش يريد ماما؟ أبصر، خذ هذا الأكل وهذا اللبن، ودّ حق زهير وعايد في المزرعة بسرعة بسرعة. زهير يا زهير، أشوف الوالدة اليوم تأخرت، ما جابت لنا الأكل. يلا استمر في الشغل وخلي عنك هذه السوالف. لا والله، أنا ميت من الجوع. يا عايد يا عايد، أنت ما سمعت الوالدة إيش قالت؟ إذا ما اشتغلنا صاحب المزرعة هذا بيطردنا. أنت تعال خلنا نروح على ذيك الشجرة اللي هناك. أي شجرة؟ خلي خلي، وبعدين انت تعرف عبد الباطل رايح السوق. ابحن حق انا بركب. منه عايز منه هي وعيد، هي ذكية. ايش فيك تأشر؟ شوف وراك. اهلين عبد الباطن، انت رجعت؟ ما شاء الله سريع انت. سهران، انا في كلام، انت زين، انت هذا نمونا سوي ها؟ ما في شيء، بس فوق شجرة عصفور صغير، ماما مالوه في موت مسكين. صح والله، هو صغير صغير، بعد احنا ساعدنا عصفور. ها عصفور، يلا ايه هايد، نزل نزل روح شغل. انزل خليني انزل. انت بعد روح شغل. زين زين، هايد نزل. صبر شوية. يلا بابا يا هايد، بابا يا هايد، عبد الباطن زهير الشيبة كان فيكم شيبة، تعالوا يا الله. لا لا حق. والحين انت ما ناوي تروح لهم هذا للناس؟ حاولت عدة مرات اتصل فيهم، لا هو ولا صاحب السوريش يردوا على التليفون.
مع اني رحت وسويت معهم عقد. زين طيب والحين؟ السلام عليكم. الحين ناوي اروح لهم بعد بكره الشركه اذا بلقاهم. وليش ما تروح لهم بكره؟ لا 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 يا سعد لا، بكره ما اقدر، بكره مصعب عليه موعد في المستشفى علشان غسيل الكلى. طيب اسمعني يا علي، انا لازم اجي معاك هذه المره. احسنت يا سعد، ما قصرت بارك الله فيك. لا لا يا اخوي لا تقول هذا الكلام، وبعدين هذا حقك وانت لازم تاخذه، وانت محتاج حال هذه الفلوس، والولد محتاج للعلاج. طبعاً أنا ما من هذا النوع، صدقي أعجابي فيك يزيد يوم عن يوم. إلا ما قلتي لي متى راح أشوفك؟ متى؟ ألو ألو ألو، إيش فيها هذا سكرت؟ أما بعد هاي سالفة ردت تتصل. الو، هلا غالب، شو اخبارك؟ اي موجود، ويني بعد؟ اها اي كان عندي مكالمه. اي بس كم يوم عاد ما شفنا، ان شاء الله بيجتمعوا هذا الاسبوع نتقابل في المزرعه، الموضوع اكيد بيكون موجود، أصلاً سارة ما تحلى بدون الموضوع. تمام تمام، يلا مع السلامة. مع السلامة. ايش رايك فيها؟ زينه، لكن خلينا نفحص الماكينه اول. طيب لو سمحت بغينا نفحص هذه السياره. لحظه اجيب لك مفتاح. السلام عليكم. عليكم السلام. لو سمحتي وين مكتب الاستقبال؟ مكتب الاستقبال هذا المبنى؟ شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي وين مكتب القبول والتسجيل؟ تفضل من هنا. شكرا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي. لو سمحت صديقتي قدمت اوراقي عندكم.
باسم من لو سمحتي؟ صفاء سلمان. صفاء سلمان، أوراقش موجودة. إنزين إيش باقي الإجراءات؟ الحين تروحي للمالية لدفع الرسوم وترجعين. تفضلي. إنزين وين مكتب المالية؟ ثاني مكتب على يدش اليسار. شكرا. والحين متى بيرجع؟ يعني بيتأخر؟ بصراحة احتمال كبير انه بيتأخر. كيف اسوي؟ انا بغنى ضروري. السلام عليكم. اهلا سعد. لا انا خطفت عليك هناك البيت ما لقيتك. الحين انا في الشركة هنا مكتب سلمان. لا تهتم يا سعد براي، ما مشكلة صار عندك شغل، الانسان ترى معرض. بقابل شغلي بروحي، انا بشوفه ما بتحرك، انا بنتظره، بقعد احرصه هني. أيوة طيب حياك الله. احنا شو سوي؟ يعني لازم انتظر لباكر الصبح. أيوة ليش ما تنتظر؟ انتظر من باكر الصبح وتعال الصبح. أقول لك أنا ممكن أستاذن الحين، لكن باكر الصبح بمر عليه. وأعتقد أنه بكرة ما بيداوم لأنه عنده عمل خارج الشركة. يا بنتي كيف حاطة علي أعتقد وأعتقد؟ يعني ما يصير كذي. يعني أنا إيش أسوي الحين؟ إيش أسوي؟ طيب هذا صاحب هذا اللي يشتغل معه اللي اسمه هذا اللي اسمه سوريش، سوريش موجود هني؟ هي نعم موجود في المكتب الثاني. تفضل. يعني يمكن نقدر نخلص مع الشغل. طيب يا بنتي شكرا. عفوا. فضل اهلان بابالي. فزل فزل جلس. احسنت يا سوريش، بصراحه ما يايس. انا جاي علشان الموضوع وانت تعرفه زين الموضوع. ها بابا سلمان ما يعطي فلوس انت؟ ها يمكن هو في نسي. ما في كوف، ما في كوف. انا في يوم كبر هو. اسمع يا سوريش، أنا بصراحة جاي لك علشان الموضوع مثل ما قلت لك، يعني أنا أبغي فلوس، محتاج حق الفلوس، محتاج لكم ضروري. أنت في سوي اتفاق سيمسم بابا سلمان، أنا ما في مسؤول فلوس مال أنت. يعني كيف؟ يعني أنت رخص فلوس مال أنت سيمسم بابا سلمان. خذ فلوس سيمسم سلمان. ما انت صاحب سلمان، وسلمان هو صاحبك، يعني انت تعرفه هو وين؟ انا ما يعرف سلمان الهين وين. انت رو سوي التليفون مشان هو. هو انت وصاحبك سلمان هذا تردوا على التليفونات يوم حد يسوي لكم تليفون؟ اسمع يا سوريش، اذا ما تعطوني فلوسي اعطوني عقد البيع اللي انا وقعت عليه. خلاص ما عزمت ابايعكم، ما اريد ابيع. عقد مال بي. انت روح كز ورقه هذا سيم سيم بابا سلمان. انت ايش تقصد بهذا الكلام؟
ايش هذه الحركات اللي تسووها علي انت وصاحبك؟ يعني لا فلوس ولا عقد البيع؟ اسمع، بتعطيني عقد البيع ولا؟ اسمع بابا علي، انا ما اريد كلام زياده ولا الهيني كبر شرطه، هذه الشركه ما بتسوق مع الخزار. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ابني آدم وشو